وصية محب، وصية مشفق، وصية لكل رجل، وصية لكل امرأة، وصية لكل شاب، وصية لكل مغرد، وصية لكل من يتابع. أقول اتقوا الله، لا تطلق لسانك ولا قلمك ولا جهازك الذي تحمله بين يديك في أعراض الناس اتهاما. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكلا الأمرين خطيرين. الغيبة، النبي في حديث أنس البخاري لما عرج به إلى السماء يقول طلعت على أهل النار فوجدت ناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في عرض.